الطفل ده ذكي جدا لدرجة اللي هو اخترع نظارة متطورة علشان يغش بيها في الامتحان، وبيظهر كمان اللي الطفل مصمم فيها كاميرات بتراقب الطلاب وبينجح اللي هو يحل منهم كل الامتحان. لكن فجأة الطالب اللي بيكون معاه في نفس الصف بيكسر له الكاميرا، هنا الطفل قرر اللي هو ينتقم منه بعد ما كسر له الكاميرا. وهنا بنكتشف ان الطفل طلع كاميرات تانية من النظارة، والكاميرات ديت بتزعج الطالب جدا. الطالب هنا بيقوم وبيتحرك من مكانه في قلب اللجنة، وفي الوقت ده المدرس بيمسكه وبيكرشه بره الامتحان.